استاذ منصور، اهلا وسهلا فيك بمشوار حياتي. واهلا فيكي يا صبوحه الحلوه. لانه ما معقول يتم مشوار حياتي وانت ما تشاركني، لانك انت رفيق حياتي. يطول عمرك. في ناس يا صباح مثل السنديان، مثل مزهريات الورد، مثل مواويل العتابه وابو الزلف، بتعرفيش من ايمتى بتعرفيهم، وانا فايق اني بعرفك. مش انه عم بقول نحن كبار بالعمر، لا نحن منيح، لكن هيك انت صرتي بتراث هالوطن وقعدتي بهالتراث، وانا من يوم ما انت ترفقنا نحن من كنا كلنا عم نتهدى ببعضنا تنوصل للشهرة. صحيح، طول عمرك يا صباح. وانت كمان ما يحرمنا منك ابدا. الله يخليك. شو انتو مدرسه بهالبلد لو منكم ما في فن. صحيح، خليك يطول عمرك. انا بعرفك بحكي. شو بهال، نحن كان عاصي يروح يدق معك بهالليالي. ايه، وكان الليل اسود اكثر من اليوم، ما بعرف يمكن ما كان عندنا فكره في نيون او في شيء اسود او في شيء هيك، كان يبين الليل معتم اكثر. عاصي وانا يمكن مرات رح دقيت معك على البزو، بس صوري انا عم اشاري في الألفين ودقي سيئ هالقد، قديش بده يكون سيئ وقتها. وبعرفي كل ما كنا نجتمع عند عيسى النحاس، كان ميشيل هارون عامل فرقه مسرحيه، وكان في فاضل ولميا ويوسف فاضل الملحن، لحن لي غنيه اولى. خدني معك، وكانت حلوه لحد هلا بعدها حلوه. والله انا بعدني بحبها. اشياء كثير. بعدين لما تعودنا نحن كان اسمك وقتها الشحروره. اي، جنيت الشحروره، شحروره الوادي، تيمنا بعمك. مزبوط. عمك من مشاهير اللي ركزوا الشعر الزجري. اي بلبنان. ومن وقتها نحن بنعرف بعضنا، تعاوننا. اول تعاون هو كان بيننا بظني بمرحله الشرق الادنى. ايه، موسم الازرق. موسم الازرق. إيه. وما احلاك يا ضيعتنا. مزبوط. ومن بعد منا بظني انت رحتي على مصر. إيه. جيتي عملنا لك سيل من الاغنيات عن الندى، هي فيلم. إيه. وبعدين جيب المجدي وزي عبود. مزبوط. وبعدين اشياء كثيره الى انه توجناها بموسم العز سنه الستين، وكان احلى مهرجان. ما في اجمل من لحد هلا هالقطعه. موسم العز انا بتمنى تنعاد فيكي وبوديع تتويجا، يعني الكم، يعني تحيه الكم. صحيح، ولا بدي افكر فيها. اقول له لوديع. وكانت ناجحه جدا بمعلبك، ونشا منها اغاني كثير حلوه. على ليلك. ايه، بعد هلا بغنيه. وعلى لك ويا امي طل من الطاقه. مزبوط. ايه، كلهم كانوا اغاني حلوين كثير. ايه، معلوم. بعدين واغانيكم معي انا ما بتموت، بعدني عم اغنيها لهلا. تطول عمرك يا صباح، لانك انت ناجحه وبتضلي ناجحه، بتضلوا هالاغاني ناجحه معي. وجودكم يا رب. بعدين رجعنا عملنا بسنه ثانيه، عملنا دواليب الهوى. ايه، وكان مهرجان ناجح كثير كثير كثير. وكان اول عمل لإلي شويري. إلي شويري. ايه، كان بيع مزبوط دواليب الهوى. ونصري الله يرحمه. ايه، الوين يا بيا بدي روح، كيف يا بيا لازم روح، قلبي اشتاق غربة الطرقات، اشتقت الدنيا بابيك هجديدي، اشتقت اوقف هاي بالساحة واحمل دواليب الهوى بيدي. جيت من هالليل يا بيا وكان القصب بالشمس يتجرح، صار القصب زيني وعم تنباع، خليك تنعيد سوا ونفرح. وفيليمون واستاذ عاصي الله يرحمه كان عظيم كمان،
بس الله يخليك انت يا رب. الله يخليك يا صراحة، يعني قليل سكرات رجعتنا للماضي العظيم. طول عمرك طول عمرك. وبعدين يا صباح رجعنا تعاوننا بمراحل تانية كتير، و عملتوا لي فيلم كمان. عملني لي فيلم يا بطاقية. ايوه يا بطاقية. وقديش كنا نسهر ونغني زجل، كنا كتير نسهر ونضل عند بعضنا نلتقي مع بعضنا. كان ايام عبد الوهاب يجي على بيروت ونضلنا نسهر نحن وياه، يوم عنديك يوم عند بطعاصي، وبس يعمل لحن بدكم انتم توزعوا لي اياه، يبعتكم رساله يا منصور يا عاصي اعملوا لي هيك حطوا هون هيك. الله يخليك. كانت ايام كانت حلوه كثير، كانت ايام ومرقت هيك. بعدين تعاوننا نحن وياكي بالاردن، كانت اجت الحرب. تعاوننا نحن وياكي بالاردن بساعه وغنيه. مزبوط. ورجعنا ما بعرف صار حصل توقف، كل الناس توقفوا، الى انه اخر شيء انا ببرنامج اسمه محطات ما ظهر بعد. لحنت لك غنية ولياسر الرحمن لحن غنية جاي يتذكرني بالعهد الماضي. بالعهد الماضي. هلا ان شاء الله بدك يخرب ذوقك. شو بالك فاضي، شو بالك فاضي. حلوه كثير الغنية. طول عمرك يا صباح. اهلا وسهلا فيك ونورتني. الله يخليك. خلينا هيك وطول عمرك. انت ناجحه وبتضلي ناجحه وانت مضيئه. وانت كمان. الانسان يضل مضيء. الحمد لله. الانسان في واحد من اثنين، اما بضل طفل حتى لو صار عمره 100 سنة. صحيح. يضل في طفولة من جوا ويضل يحب المعرفة، او بخطير لو صار كان عمره 20 سنة. صحيح. يبقى ما فيش مسكر على حاله، على حاله قاعد وافكاره مش مضيئة. انت بتضلي ايه. طفلة وفيك ازلية الطفولة. انا بحب الحياة، بحب الدنيا، بحب الناس. الله ما عندي هون عقد ولا حقد. ما بشك ابدا. الحمد لله يا رب. بكفي قديش بحبك. الله يخليك. هذا وسام. اهلا وسهلا. الله يطول عمرك.